إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد من الله تبارك وتعالى على أهل الأرض بنعم كثيرة، ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى على خلقه أن بعث لهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم النعم ومن أجل المنن على أهل الأرض، فقد بعثه الله تبارك وتعالى بعد أن أظلمت الأرض، فبعثه سبحانه وتعالى، فكانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم نورا ورحمة على أهل الأرض. وقد ميز الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كثيرة، ومن أجل ما ميز به صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي الرحمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة في دعوته وفي حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورحمة للذين آمنوا منكم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله تبارك وتعالى رحمة لأهل الأرض، بل سمي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي الرحمة، كما جاء ذلك في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا نبي الرحمة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للناس كافة، وكان رحمة للمؤمنين خاصة، وكان رحمة لأصحابه، وكان رحمة صلى الله عليه وآله وسلم حتى لأعدائه الذين حاربوه وكادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين، لما في صحيح الإمام مسلم، لما آذاه المشركون قالوا: يا رسول الله ألا تدعو عليهم؟ فقال: كلا، لم أبعث لعانا، وإنما بعثني الله رحمة. بعثه الله تبارك وتعالى رحمة حتى على هؤلاء الذين آذوه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى على هؤلاء الذين حاربوه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو عرفوا الخير الذي في دعوته وأن الامتثال له فيه خير الدنيا والآخرة ما عاداه أحد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما آذاه قومه أرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والحديث متفق عليه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف رحيم بأصحابه وبأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم
الظاهرة رحمته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فقد كان رؤوفا رحيما بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. كان جاء في الصحيحين أن سعد بن عبادة لما مرض ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجده مغشيا عليه، فقال: أقضى سعد؟ قالوا: كلا يا رسول الله. فبكى بكاء شديدا يرحمه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين كذلك رفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم طفل تتقعقع روحه، فخرجت روحه بين يديه فبكى صلى الله عليه وآله وسلم بكاء شديدا، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: تلك رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الصحيحين لما جاء وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، فقال: لعلكم قد اشتقتم إلى أهليكم، فسألنا عنهم، فقلنا: بلى. قال: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال مالك: وكان رحيما رفيقا، كل من رآه صلى الله عليه وآله وسلم علم رحمته. وأيضا في صحيح الإمام مسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع يديه ودعا وبكى وقال: يا ربي، أمتي أمتي. فأرسل الله جبريل وهو أعلم به، فقال: قل يا محمد، ما يبكيك؟ فأخبره جبريل، فقال الله عز وجل: يا جبريل، قل لمحمد: إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. فهذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رحيما صلى الله عليه وآله وسلم حتى بالنساء. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة وأراد أن يطيل فيها سمع بكاء صبي، قال: فأقصر من الصلاة رحمة بأمه لوجدها عليه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما في حياته، رحيما في دعوته، يدعو إلى الرحمة والتراحم صلى الله عليه وآله وسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا منهج ربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لم تشمل رحمته عليه الصلاة والسلام الإنس والجن، بل حتى الحيوانات. أمر النبي: الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. عباد الله، إن المؤمن إذا سمع هذه الأحوال النبوية وهذه الشؤون المصطفوية تشرئب نفسه للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كسيرة غيره من الناس، إنما نأخذها لنتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا تقال سيرته لكي يتفكه الناس بذلك ويستروحوا لهذه القصص، وإنما يسمع المؤمنون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتأسوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يحصلوا المحبة التامة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة أحبه عليه الصلاة والسلام، وحبه دين وشرعة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المحبة لا تكون إلا بمعرفته معرفة تامة. فصاحب المعرفة التامة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم في
برسول الله أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فاجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم كل من أرادنا وأهلنا وبلادنا وأمننا بسوء اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة. اللهم كل إخواننا في فلسطين. اللهم كل إخواننا في فلسطين. اللهم كلهم معينا وناصرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. وقوم إلى الصلاة يرحمنا يرحمكم الله.